طاووس اليماني لما قعد مع هشام بن عبد الملك بن مروان قال لهم ائتوني بأحد الصحابة، قالوا قد ماتوا. ائتوني بأحد التابعين، أتوا بطاووس اليماني. فدخل عليه طاووس اليماني فإذا به يخلع نعله بحذائه أو ببساطه، ثم لم يسلم عليه بأمير المؤمنين ولم يكنه بشيء وجلس بحذائه قصاده. غضب هشام بن عبد الملك، ازاي انت ما كيف بك تخلع نعلك بين في بساطي، ثم لم تناديني بأمير المؤمنين، ثم لم تكنني، ثم تجلس امامي. وازداد غضبا هشام فقال له: اما انك اني خلعت حذائي بإزارك او امامك فإني أخلعها بين يدي الله 5 مرات في بيته. فلم يغضب، فلماذا تغضب؟ وأما أنني لم أناديك بأمير المؤمنين فليس كل الناس راضون عنك حتى أقول لك أمير المؤمنين، فإن قلت ذلك فقد كذبت، مش كل الناس راضين عنك تبقى أمير المؤمنين. وأما أنني لم أكنيك فإن الله نادى الأنبياء وقال: يا يحيى، يا زكريا، يا عيسى. ولما أراد أن يكني قال: تبت يدا أبي لهب. وأما إنني جلست أمامك فإني سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل النار فانظروا إلى رجل جالس والناس حوله قيام. قال: عظني يا طاووس. قال: إني أعلم أن في النار حيات وعقارب مثل الجبال تلدغ كل أمير لا يعدل بين رعيته. فبكى هشام بن عبد الملك. مصايب، لازم كلنا نراعي بعض علشان ما رضيش يقول لي يا أمير المؤمنين، لأنه قال لي مش كل الناس راضي عنك. لما سألوا إبراهيم بن أدهم: لما زهدت في الدنيا يا إبراهيم؟ قال: لأني وجدت الطريق طويلا وليس معي زاد، ووجدت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ووجدت الجبار قاضيا وليس معي من يدافع عني وليس معي حجة. لقيت الطريق طويل، ما عارفش هنام في القبر قد ايه، سنة 12,000,000,000 سنة، مش عارف. الطريق طويل خالص، ما معيش زاد، لازم اتزود في الدنيا للقبر، هدخل القبر وحدي ما حدش هينفعني. رأيت القبر موحشا، القبر ظلمة، هيسيبوني فيه ويمشوا، ما فيش لا عيل ولا زوجة ولا ده ولا ده، وهيقعدوا معايا وليس معي مونس. خلاص لقيت ان ربنا هو القاضي، هو الحكم، ليس معي حجة ولا من يدافع عني. في الدنيا معاك فلان وعلان، انما قدام ربنا هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لما يسألك ليه ظلمت فلان، ليه كذبت على فلان؟ هتقول له ربنا ايه؟ ما عندكش كذب تاني هتكذب وخلاص، ما عندكش برهان، لا دليل ولا حجة ولا برهان ولا من يدافع عنك. لذلك زهد إبراهيم بن أدهم في الدنيا. لما سئل رجل: ما هو علم العلماء؟ قال: علم العلماء إذا سئلت عن شيء فلا تعلمه فقل لا أعلم، لكن تعمل فيها فيلسوف وكل حاجة عارفها في الدنيا دي وبالكذب. نبئني عن حكم الحكماء. قال: حكم الحكماء إذا جلست بين قوم فكن أسكتهم، يعني ما تتكلمش، فإنهم أصابوا فأنت من جملتهم، وإن أخطأوا تجنبت خطأهم. حكم الحكماء. أنبئني عن طب الأطباء. قال: طب الأطباء لا تقم من على طعام إلا وأنت تشتهي، ما تقومش من على سفرة إلا وأنت جعان بتشتهي الأكل تاني، لكن تقعد تفضل ترمي 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 في بطنك لحد ما تلاقيش منفس للتنفس بتاعك،
ده قال له إذا جلست على سفرة أو مائدة أو طعام لا تقم إلا وأنت تشتهيه، فبذلك لن يصيبك إلا مرض الموت. يعني مش هيجيلك مرض خالص طالما أنت بتتقي ربنا في أكلك، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، خلاص. لما قعد لقمان مع ابنه وقال له أقول لك على 8 حاجات، لو أنت حفظت 8 دول هتبقى سعيد الدنيا والآخرة. قال له قول يا أبويا. قال احفظ قلبك في الصلاة، احفظ قلبك وانت في الصلاة، خلي قلبك مشغول بربنا. احفظ نظرك في بيوت الناس، لما تدخل على الناس في البيوت احفظ نظرك، انك ما تروحش في الأوضة دي ولا الأوضة دي ولا فوق ولا تحت، احفظ نظرك في بيوت الناس. احفظ بطنك من حلقومك، احفظ بطنك دي من اول حنكك فوق من الحلقوم ده، بتنزلش في جوه الحلقوم ده حاجة جوه بطنك الا اذا كنت راضي عنها. واحفظ لسانك بين الناس، لسانك احفظ اللسان ده اللي ربنا جعل عليه بابين، احفظ لسانك بين الناس. واذكر الله والموت، اذكر ربنا على طول. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الموت. وانسى إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك. انسى إنك بتحسن لفلان ولا علان، وانسى إساءة الناس ليك. لو عملت 8 دول هتبقى سعادة الدنيا والآخرة.